صباح الخير، صباح الأعياد والأفراح الطيبة، صباح الجمال والثوب الجديد، ثوب العيد، عيد الفطر السعيد. نزف أجمل وأحلى وأعذب وأرق الأماني والتهاني لمولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وأيضا إلى الأمة العربية والإسلامية وين ما كانوا يتابعون هذا البرنامج. نصبح عليكم جميعا، وإن شاء الله يا رب تكون حلقتنا كذا حلقة أفراح وحلقة مسرات جميلة مصاحبة لكم في كل بيت يتابعنا. إذا صباحكم خير وصباحكم عيد، وأيضا نصبح على الزميل سيف الفوري. صباح الخير يا سيف. صباح النور، عيدك مبارك يا رب. بخير وعيدك مبارك إن شاء الله تعالى. أيضا مشاهدينا الأحباء من مسندم الخير، مرورا بمسقط العامرة إلى ظفار المجد، نقول لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، عاد الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير واليمن والبركات. مباشرة نبتهز الفرصة ونغتنمها لنرفع أسمى آيات التهاني وأرقى عبارات الأماني لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم باني هذا الوطن الغالي ورافع شأنه في هام المعالي. الله يجعله دائما وأبدا ذخرا وسندا لهذا الوطن الغالي. إذن هي أفراح العيد، هي هكذا دائما سيف، بالثوب الجديد وبفرحة الأطفال وبأيضا تواصل الأرحام، وبعد 30 يوم صيام لشهر رمضان المبارك، نسأل الله أن يجعلنا وأهالينا من عتقاء النار وأن يتقبل أيضا طاعتنا وصومنا. كثير الأفراح موجودة والحمد لله، نحن في هذا البلد الجميل في سلطنتنا الحبيبة نسخر بالعديد من التراثيات والعادات والتقاليد، ربما هي تختلف من محافظة ولاية أو منطقة، ولكن في النهاية كذا تصب في فرحة عيد جميلة. وبكذلك أيضا شريفة برنامج هنيتم بالعيد فرصة مع جميع المشاهدين نسترجع ونستذكر كل التفاصيل الجميلة المرتبطة بأعيادنا، عيد الفطر المبارك وأيضا عيد الأضحى المبارك. يعني الفنون العمانية التقليدية ما شاء الله تبارك الرحمن تزخر بها مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، لربما بعض الولايات تتميز بفن معين غير عن الولايات الثانية، ولكن أيضا يعني ربما تتشابه، خلنا نقول أيضا في مضمونها بالاعتزاز والفخر بالأصالة العمانية التقليدية الحاضرة على مر العصور ومر الأزمنة، بالإضافة أيضا إلى الأكلات العمانية التقليدية والأزياء العمانية التقليدية اللي راح تكون لنا وقفة من خلال اليوم وبكرة إن شاء الله تعالى في برنامج هنيتم بالعيد إن شاء الله. مثل ما قال سيف مشاهدينا، إن شاء الله كذا راح أيضا نستعرض بعض الفقرات وبعض التقارير اللي تصب في هذا الموضوع، أفراح العيد الجميلة المختلفة، وأيضا راح يكون معنا ضيوف، وأيضا إن شاء الله راح نستقبل اتصالاتكم وتهانيكم الجميلة وين ما كنتم تتابعونا في عمان أو خارج عمان. نحن إن شاء الله كذا أنا وسيف موجودين معاكم ونعيد إن شاء الله معاكم اليوم ومنضمين لكم في أفراحكم وأعيادكم. إذا مشاهدينا نروح لفاصل غنائي ثم لنا عودة. قبل لربما شريفة نرحب الفرقة على طول بالفرقة علشان ما يزعلوا علينا، أوتار الشرق لهم كل التحية ولهم كل التقدير أيضا على وجودهم اليوم في أول أيام عيد الفطر المبارك. فقط أيضا كمعلومة لجميع المشاهدين وأيضا للمستمعين لنا عبر الأثير عبر التردد 106.5 أنه راح نكون إن شاء الله تعالى مستمرين معاكم مشاهدين الأحبة من الحين إلى التمام الساعة الثانية ظهرا اليوم وبكرة بإذن الله. إن شاء الله أوتار الشرق على طول المايك معاكم ونفتتح معاكم بمقطوعة كذا بوصلة غنائية موسيقية من إبداعاتكم الجميلة. Thank you.
إذا كل الشكر لأوتار الشرق إن شاء الله اللي كذا راح يرافقونا طول الحلقة بمعزوفات جميلة، والأجمل أغاني العيد والمعزوفات الجميلة اللي كذا تذكرنا دائما بالعيد وفرحة العيد والعيود اللي له طابع كثير جميل خاصة للصغار العيود. صح؟ رحت العيود هالسنة؟ إلى الآن تراني اليوم موجود معك أول يوم عيد الفطر المبارك. لا ما عليه إن شاء الله تعالى، أهم شيء أنه نعايد مع جميع المشاهدين ونكون معاهم برفقتهم، نستقبل أيضا تهانيهم وتبريكاتهم أيضا بهذه المناسبة الإسلامية الغالية على قلب كل مسلم. وإن شاء الله تعالى مشاهدينا الأحبة راح نكون معاكم مستمرين حتى تمام الثانية ظهرا، مجموعة كبيرة من الفقرات والمحطات سواء اليوم أو بكرة محضرينها لكم طاقم البرنامج، نتمنى إن شاء الله تعالى أنها تنال رضاكم واستحسانكم وإعجابكم إن شاء الله. إذا ما أدري بنروح فاصل، بنروح فاصل شريفة ونرجع. أفراح العيد كثيرة، أفراح العيد دائما ترتسم لها الابتسامة الجميلة، نستقبل فيها الناس باستقبالات رائعة، يكون فيها تواصل أرحام سواء اللي يروح البلد سواء اللي موجود في مسقط، اللي سافر قبل العيد بيوم لأهله حتى يقضي أفراح العيد ومسرات العيد وأيضا تقاليد العيد الجميلة معنا في السلطنة. وهذا أيضا رسالة لكل اللي يتابعونا خارج السلطنة حتى يتعرف
يتعرفون على تقاليدنا وعلى عاداتنا وعلى أيضا أسلوبنا باستقبال عيد الفطر السعيد وعيادنا الجميلة. وأيضا نحن راح يكون معنا ضيوف إن شاء الله من دول ثانية، راح أيضا نعرف على تقاليدهم وعاداتهم وأهم الأكلات والأزياء الجميلة، يعني دردشة كذا حول العيد ومراسم العيد. مدري وأيضا شريفة انتهز الفرصة لنوجه التحية لكل يعني اللي ما ربما ما سعفوا الحظ أنه يكون متواجد اليوم في البيت مع أهله مع أصدقائه يعيد عيد الفطر المبارك سواء مثلا أو أيضا جميع الطلبة الدارسين خارج طبعا في الخارج أو أيضا جنود عمان البواسل في مختلف المواقع، لهم كل التحية ولهم كل التقدير، ونقولكم كل عام وأنتم بخير إن شاء الله تعالى. أنا في خبر عندي يا شريفة أقرأ أيضا للمشاهدين. احتفلت السلطنة اليوم بأول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أدى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الخور بمسقط، كما أدى الصلاة بمعية سموه عدد من أصحاب السمو وأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة والمستشارين وكبار الشخصيات. وقد أما المصلين فضيلة الشيخ كهلان بن حمد الشخصي إمام مسجد الخور. واستبشر الله أكبر ما أدى زكاة الفطر وتطهر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله. سبحانه 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 عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه. إذن صلاة العيد إن شاء الله كذا الكل اليوم سيف خرج لصلاة العيد، وبعد الصلاة أيضا طلعوا للتسليم على الأهالي، وأنا شايفة وأنا طالعة للبرنامج يعني ما شاء الله اللي شايف مع بعض سواء العمانيين وأيضا اللي مقيمين معانا في السلطنة، نقولهم كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله ما تفقدوا هالإحساس الجميل معانا. أنا بعد لاحظت أنه الكل كذا ماخذ صحن عرسية من بيت لبيت، وخاصة الشباب ما شاء الله كلهم يتجمعون تحت السبلة أو بالمسجد حتى يأكلون العرسية أو الترشة اللي طبعا هي تكون مثل الصالونة الثقيلة تنحط على العرسية. أنا ما أدري تجهيزاتك أنت هذه هي أساسا يعني المشاعر واللحظات الجميلة اللي تميز أيام عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك في السلطنة. يعني أجواء جميلة مشاهدين الأحبة، من التسامح من المودة من الوصل صلة الأرحام كلها تكون حاضرة، وهذه القيم الإسلامية الحميدة وأيضا القيم العمانية الأصيلة المتعارف عليها في السلطنة، أنه الجميع يخرج من بعد صلاة العيد مباشرة لزيارة الأقارب لزيارة الأرحام في مختلف المنازل، يتفولوا على القهوة الحلوى العمانية مختلف الأكلات اللي ذكرتيها يا شريفة، العرسية الهريس وغيرها تكون حاضرة. فهذا الشيء اللي يعطي يعني أيضا طابع جميل من العادات الجميلة لأيام العيد في السلطنة. وحتى لو الواحد يأكل هذه الأكلات غير عن العيد، بس في العيد لها طعم ثاني ترى، يعني طعمها جدا مختلف، تحس أنه نكهة العيد فيها. وأيضا الأطفال الموجودين اللي يأخذون الحلويات أهم شيء عندهم أنه لازم طبعا الفالة يكون فيها حلويات حتى الأطفال يستانسون. نحن أيضا مشهورين بالحلوى العمانية المزعفرة والسلطانية وأيضا الحلوى السوداء والحلوى الحمراء وأنواع من الحلوى الجميلة اللي أيضا تكون كذا صاخنة ولذيذة أيضا مع القهوة العمانية. صحيح، وبالإضافة أيضا مشاهدينا الأحبة سواء اللي يتابعونا يعني في السلطنة وأيضا من خارج السلطنة يتابع برنامج هنيتم بالعيد، العادات مثل ما ذكرنا بأشكالها وأنواعها تختلف لربما من ولاية إلى ولاية ومن محافظة إلى محافظة ومن قرية أيضا إلى قرية، ولكن ربما تتشابه في عمليات طبعا كل القيم العمانية الأصيلة في مختلف المجالات. لربما الأطفال هم يعني خلينا نقول حظهم أوفر وأجمل وأكثر يحسوا بالعيد ويفرحوا فيه أكثر. تعرف ليش؟ ليش؟ لأنه أول شيء ملابسهم
الجديدة تفرحهم. أيوة. ثاني شيء يعرفوا أنه هم لما يلبسوا هذا الثوب معناه يروحون يسلمون على الجدة والجد البيت العود والعمام والأخوال حتى يعطوهم العيدية. فأهم شيء الواحد يكون مجهز عيديته في رمضان. ومع براءة الطفولة الجميلة ها تكون حاضرة في أيام عيد الفطر المبارك وأيضا أيام عيد الأضحى المبارك. عموما المشاهدين الأحبة نحن محضرين لكم في برنامجنا مجموعة من الفقرات نتكلم فيها عن الأزياء العمانية التقليدية، عن الأكلات العمانية التقليدية، عن الفنون العمانية التقليدية، وأيضا فقرات مختلفة متنوعة عن أيضا المسلسلات الرمضانية العمانية أو غيرها. لكن الآن ننتقل بكم إلى هذا الفاصل لهذا التقرير عن مناسبة عيد الفطر المبارك، وبعدها سنرجع ونتواصل ونستمر معكم في برنامج هنيتم بالعيد. هنيتم بالعيد. في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان والخشوع لله تبارك وتعالى، أدى جموع المصلين شعيرة صلاة عيد الفطر، حيث توافد الجميع شيبا وشبابا على مصليات العيد في أرجاء محافظات السلطنة. وكما هي السنة النبوية الشريفة، يستهل المسلمون صباحهم بالتكبير والتهليل والتحميد قبل أن يقوم الجميع لأداء صلاة العيد، فرحين بإتمام الركن الرابع من أركان الإسلام. ففي صلاة العيد خير كثير وأجر عظيم وبركة وطهر، وفضلها كبير، وهي محل شكر لله وتعظيم شعائره، وفيها اجتماع للمسلمين وإظهار لفرحهم بعيدهم. وفي صلاة العيد كذلك تتجلى الكثير من معاني الإسلام الاجتماعية والإنسانية، حيث يبادر الجميع وبعد الانتهاء من أداء الشعائر إلى تبادل التهاني والتصافح في أجواء من الأخوة والمودة، حيث تتقارب القلوب على الود وتعانق الأحضان بعضها في مشهد أخوي تتجلى فيه معاني الحب والإخاء المجتمعي المترابط، قبل أن ينصرف الجميع إلى تبادل الزيارات والاستمتاع بلحظات هذه المناسبة السعيدة برفقة أفراد العائلة. لا إله إلا الله. يا مرحبا يا عيد، 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 ي
إذن مشاهدينا الكرام، عودة لكم من جديد، وبعد طبعا هذه الفرقة الموسيقية أوتار الشرق المصاحبة لفقرات البرنامج بين فترة وفترة إن شاء الله راح تعزف لنا أجمل المعزوفات. أفراح العيد أيضا كذا مثل ما تكلمنا في البداية مصاحبة لها الأزياء التقليدية الجميلة وأيضا الأزياء التقليدية المطورة والتي لم تخدش أيضا في اللمسات الأصلية العمانية، وكذا يعني انتشرت هذه التصاميم الجميلة بألوانها. طبعا مثل ما شايفين أنا اليوم لابسة زي، هذا الزي من بيت الفنار للمصممة العمانية الجميلة فايزة البلوشي، اللي طبعا هنيها بالعيد وأقول لك العام وأنت بخير على هذا، وأيضا شكرا على هذا اللبس الجميل. في الصيف دائما نحن نتكلم عن الأزياء والتصاميم، ربما الرجال مختلف عن النساء، النساء ربما أكثر تطريز، أكثر صحيح. تفاصيل، أكثر ألوان، ونحن مع نظيفة صح؟ صحيح. وراح نتكلم إن شاء الله تعالى عن الأزياء العمانية التقليدية، ومثل ما ذكرت زميلتي شريفة يعني لربما الرجال عندك الدشداشة، المصر، العصا، الخناجر بمختلف أنواعها، الخناجر، عندك الخنجر السعيدي، الخنجر الصوري، الخنجر النزواني، الخنجر البدوي، الخنجر الحنشي، الخنجر الجنوبي، وغيرها من الخناجر المعروفة في السلطنة، بالإضافة أيضا إلى مجموعة من يعني الأشكال الجميلة. وإحنا وصلنا على طول فخر الضيافة، يعني لهم كل التحية لكل الشركات الرائعة والمؤسسات الداعمة لهذا البرنامج، حدائق البيلسان، مصنع يعقوب بن صالح العبيدان للحلوى العمانية، الوداد للعطور، كهف الزمر للتجارة، فوالة عمان، ترحال المسافر للسفر والسياحة، أيضا الوتين سويت، وبابيون كب كيك، وكيك وبرستيج للحلويات، بالإضافة أيضا إلى فخر الضيافة من مركز تنظيم البروتوكول وتقديم خدمات الضيافة، يعطيهم الصحة والعافية. وعافية عليك أيضا يا ضيفتنا، يعطيك العافية. طبعاً ضيفتنا الصالحة بنت عبد العزيز الفارسية، مصممة عمانية، نقول لك كل عام وانت بخير، وان شاء الله كذا ضيفناك، انت جاي طبعا من بركة مثل ما عرفت، ما ادري وحيتي تاكلين شيء هناك ولا لا؟ لا والله صراحة انتظروني. يلا بالعافية عليك ان شاء الله. خليني احتاج جلسة شوية. ما شاء الله، انتوا تبدون لحم من اول يوم. من اول يوم. ما شاء الله ما شاء الله. يلا هنا وعافية إن شاء الله تعالى أخت صالحة، وإحنا سعيدين اليوم بوجودك معانا، وما علي ربما كلفنا عليك إنه أول يوم عيد وحاضر معانا، لكن فرصة أيضا لجميع المشاهدين أنهم يتعرفوا على التصاميم العمانية، الأزياء العمانية التقليدية، وأنت كونك مصممة يا أخت صالحة زين، نتجول في رحلة كذا تاخذينا عن أنت بداياتك في التصميم كيف كانت؟ بداياتي هي كل أنثى تحب الذوق والأناقة، تحب هذه الأزياء، فاهتميت أنا أكثر شيء بالطفلة، لأن فرحة العيد الأم فرحتها في أطفالها بناتها، فاهتميت شوية بأزياء الأطفال أكثر، لأنهم تبين الفرحة في وجوههم، اللبس الجديد يبين عليهم، فحتى أكثر استخداماتهم هم وحفلات اللي حضروها وفي المدارس كذا أكثر على الأطفال. طيب صالحة، دائما إحنا تعودنا على الزي العماني التقليدي كذا اللي له تفاصيل بمختلف المحافظات، لأن كل محافظة لها ربما اللون السائد لها، مثلا في الشرقية دائما نلاحظ البريسم مع اللون الأسود، في الظاهرة ألوان ثانية، كل واحدة مختلفة. صالحة كيف قدرتي أنك توثقين هذه التفاصيل الجميلة في الأزياء اللي أنت تسوينها سواء للطفل أو الكبار؟ طبعا هذه أحد الأزياء، أهلا وسهلا، أعطيني بوسة، كل عام وانت بخير. يلا كيف حالك؟ مبارك. تنوع كبير للأزياء العمانية في السلطنة، على أساس أن احنا من كل منطقة لها زي، وحتى المنطقة الشرقية والمنطقة الداخلية فيها أكثر من زي، فصعبة يعني تجمعيهم في زي واحد، فكل منطقة وزيها الخاص وألوانها الخاصة، هذا أعطانا تنوع كبير في الأزياء، مجال واسع شوية اللي الواحد يبدع فيه. ما شاء الله. على طول بيدخلوا الحين، ما عليه، بيمروا يسلموا، بعدين بنتكلم إن شاء الله تعالى عن كل الأزياء هذه بتفاصيلها. أهلا وسهلا، عيدك مبارك. إيش اسمك؟ إياد. إياد، عيدك مبارك، الثوب الحلو ما شاء الله. يا بطل كيف حالك؟ أهلا وسهلا، إيش اسمك؟ شوف الكاميرا هناك، شوف الكاميرا هناك. طبعاً هذه أزياء الأطفال من تصميم مصممة الأزياء صالحة. طبعاً لو تشوف الكاميرا كذا شوي. هناك شوف الكاميرا، شوف هناك الكاميرا. أيوه أهلاً. ما شاء الله عليك، شو اسمك؟ إيش اسمك أنت؟ إياد. هذا اسمه إياد، شو اسمك؟ زينب. حياك الله يا زينب. طبعاً هذه الأزياء الجميلة والألوان الرائعة،
وفرحة الطفل كذا لما واحد يلبسه الثوب تحسه يعني ني منه جنبه، لين ثاني يوم الصباح أول واحد تشوفيه قايم عشان يلبس الثوب. هذا اللي شجعني أكثر لما تعطي الوحدة زي هالطفلة كذا مع الشنطة مع ربطة الراس، تبين فرحتها في عينها، يعني تشوفيها الفرحة قدامك مع الشنطة مع كذا إنه كل شيء كامل خلاص. أصلاً صايرين الأطفال بروحهم هذه الأيام هم يختارون التاج، يختارون اللون، يختارون القماش بروحهم، صايرين مصممين. حد يقولش الأقمشة إنه ما نريده يطعن، ما نريده كذا، يدوب أقمشة خفيفة ويكون مرتب على جسمهم. وخاصة الحين أيضاً أخت صالحة مع انتشار يعني مواقع التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة، وتحديداً خاص بالذكر الإنستغرام، في تصاميم كثيرة وفي تصاميم أيضاً تخص الأطفال، فأيضاً الأطفال نفسهم أحياناً يعني من خلال وجود آبائهم أمهاتهم إخوانهم أخواتهم ومن خلال وجودهم أيضاً دخولهم في هذه الحسابات بإمكانهم يشوفوا بعض التصاميم تعجبهم تصميم معين يريد والله أنا نفس هذا التصميم بالضبط أو مشابه له بشكل عام. هو هذا التواصل الاجتماعي الحين، حتى من تجيني طلبات على أزياء مثل المغربية، الأزياء الطقسات الكويتية غير العمانية نحاول ندمجها تكون على الأقل يكون بقماش عماني قماش البريسن فتبين أكثر أحلى. حلو. طيب دائما صالحة هناك ملهم لهذه الأفكار ولهذه التصاميم والأزياء، لو سألنا صالحة من أين تكتسب إلهامها لهذه التصاميم وتفاصيلها أيضا؟ من الطفلة نفسها. يعني كل طفلة تشجعني أني أصمم لها زيادة، مع أن أنا ما عندي بنات، عندي بنت وبنت وولد. هذا ولدك إياد صح؟ ولدي الكبير وبنتي الله يرزقك يا رب. لكن بدايتي كانت قبل، بس أشوف الطفلة أحب ألبسها. كل طفلة أحب ألبسها شيء ثاني على أساس أنه يبين علي. أيوة بس الأشكال معينة هذه التصاميم نفسها كيف تستمديها، كيف تستوعيها، كيف أنك تفكر أنك والله تصميم معين شكل معين يليق بهذا مثلا الفتاة أو هذا الطفل مثلا؟ السوق لما ينزل أقمشة ثانية جديدة، حتى التصاميم المصممين العالميين ينزلوا أشياء، في أحيانا أشياء جديدة تنزل من الخرز من هاي الاكسسوارات متابعة تنزل يعني في السوق. أنت لهم هي متابعة فنستخدمها أنه يكون بشكل يناسب البنت العمانية. نعم. طيب صالحة نحن شفنا الحين تقريبا أكثر من زي دخل معانا، ريان وزينب، زينب وليان وليان وبتاعك. طبعا كل واحدة تختلف عن الثانية، لو تتكلمين شوية شو الاختلافات اللي بينهم. زي أول شيء زينب، شو رأيكم نشوف زينب؟ يا عامل لو تسمح لو أعطينا زينب. زينب وين زينب؟ لو تيجي زينب معليه تعالي. زي السوري نعم، هذا أكثر وحدة تفرح فيه القدة. الله طبعا لأنه الزي الأصلي تقليدي. يعني كامل بنفس تفاصيله بدون تحريف. نعم. يعني مقرب يمكن القماش جديد وكذا. فأكثر شيء تفرح فيه القدة، وحتى الأم لما بس الطفلة تبخ شوية خفيف، ما تعرفوا الأطفال وحركة العيد. نعم. الواحد يراعي هذا الشيء فيهم. نعم. وملبس انتها بعد البرقع طبعا بألوان سلطنة عمان، ألوان العلم كثير حلو، ما يضايقها، ما قالت لا ما أبي. عادة الأطفال لا تلمسون شعرهم، لا تحطون شيء في وجههم. لا بالعكس يعني خفيف هو. عجبنك هذا زينب؟ عجبنك كذا؟ حلو؟ حلو؟ اي زين. لا راحي مبسوطة مستانسة ما شاء الله عليها. لكل طفلة يعني في شيء يقذفها في اللبس يعني. نعم. في نعم. بعض لا يحبوا الفساتين الجديدة. نعم. الفستان الأبيض كله. اللي مثل ليان وريان صح؟ ريتاج. ريت اوكي نعم. هي طبعا الفساتين الجميله المطوره العاديه. نعم. نعم. بس انا ايضا اسالك اختي صالح، بما انك موجوده وانت مصممه ازياء وكذا، ومن خلال ايضا يعني وجود الناس وخلنا نقول لكل من يتواصل معك ايضا، كيف شايفه اقبال الناس او النوعيه اللي حابين فعلا يركزوا عليها بشكل اللي تلاقي اقبال اكبر في عمليه انه الطلب عليها؟ هل الازياء التقليديه او في نوع معين؟ التقليدية المطورة. نعم. لأن خاصة حال عيد تعرف أن الأطفال يبيوا شيء خفيف، إذا بعتمد الزي التقليدي بكل أساسياته والعماني وبش طريقة الشكل اللي فيه فثقيل بيجي على الطفلة أول يوم العيد. صحيح. فيبقى يحتاجوا لو تقليدي بس يكون شوية مطور وخفيف للطفلة. وهذه القضية أيضا شريفة اللي دائما إحنا نركز عليها ونتكلم عنها في مختلف المنابر، إنه عملية الأزياء العمانية التقليدية سواء كانت الرجالية أو أيضا النسائية ما بين التطوير وما بين أيضا التشويه. فأحيانا دقيق مثلا إحدى الأخوات أو شيء حاب أنها تعطيكي تصممي لها زي معين بطريقة معينة في نوع من التشويه، انت شو رايك في هذا الموضوع ايضا؟ يعني مثلا اللبس العماني او الشق هذا العماني ما يركب على
مثلا لبس مغربي، كيف اركب الشق العمال بكل تفاصيله على زي مغربي واقمشه تبين او زي غير خلينا نقول ما لدى عنه نحدد، مثلا نقول زي غير عماني مثلا، ايوه يعني بزي اخر من خارج الدوله، قد ربما احيانا دائما احنا نقول في تمازج حضارات. طيب بس احيانا دائما نقول انه لا، الاصل يبقى اصل في مكانه، يعني هذا ما يصير لبس، نعم ما يصير انه يتدخل في يعني ثقافه معينه حتى لو فيها امتزاج، ربما يطلع حلو بس حالات الشيء من اصله منه وفيه. صح؟ صح؟ حلو كل لما هو الزي التقليدي بس نخفف فيه، نعم. ما نزود عليه اشياء، نعم. وتفاصيل تخربه يعني. تعال يا بطل تعال. طبعا هذا اياد. هذا اياد. تعيدت اياد انت؟ تعيدت؟ اعطوك عيديه؟ عامر اعطاك عيديه عامر؟ لا؟ لا خلاص بعدين لو تطلع خلاص قول له عامر اعطينا عيديه زين؟ طبعا نحن مستانسين بوجودكم، وايضا صالحه نحن نتمنى لك كل التوفيق بالازياء المطوره او ازياء الطفل، وانا اقول اهنيكي فعلا على هذه الفكره الجميله. نحن دائما نشوف مثلا مصممين كثير للكبار بس للصغار نادرا، خاصه ربما فيها صعوبه اكثر من الكبار على فكره، لانه هم يحبوا يلبسوا اشياء قد تكون خلينا نقول فنكي اكثر، وصعب ترضى ايضا يعني ذوق الطفل. نعم نعم. كل الشكر لك صالحه بنت عبد العزيز الفارسيه، وان شاء الله كذا تغادرين متجهه الى بركه على طول للاهل ان شاء الله. ان شاء الله على اللحم على طول. هنا وعافيه طبعا، وهذا نوجه تحيه ايضا لاهالينا في بركه ولاهلك، ونقول لهم كل عام وانتم بخير. وايضا هذه هديه. نعم. يا شريفه مقدمه ايضا من الوداد للعطور كهديه لك. وايضا زينب بتقدميها؟ تفضلي زينب اعطيها. مشكورين. شكرا شكرا جزاك الله خير. من الوداد للعطورات شكرا لك اختنا صالحه بنت عبد العزيز الفارسيه مصممه ازياء، سعدنا بوجودك اليوم معنا في برنامج هنيتم بالعيد. شكرا 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 لك شكرا لك. اذا مشاهدينا الاحبه هكذا هي الازياء، هكذا هي بتفاصيلها بألوانها بالفرحة اللي ترتسم بوجوه الطفل وأيضا الكبير. إذا معكم مستمرين ورايحين للمعزوفة مجددا، طبعا فرقة أوتار الشرق وإحدى الوصلات والمعزوفات الموسيقية الجميلة، فلنستمع إليهم مشاهدين الأحبة. Thank you.
على فكرة مو بس الأزياء، ترى الواحد يعني كذا يتفنن بشكلها وبتفاصيلها الجميلة وبألوانها، لا في مائدة، في فوالة، في ألوان جميلة، في مغريات كثيرة من الحلويات والحلوى العمانية بالإضافة للحلويات المختلفة. لكن في فن، ربما هذا الفن ما كثير انتشر ولكن انتشر بالفترة الأخيرة، جدا رائع، فن الرسم والنحت على البطيخة لنقول أو الفواكه وتشكيلها بأشكال جميلة. ما أدري إذا المصور في هنا عندي بطيخة أعتقد منحوتة على، أيوة طبعا محطوط عليها صورة صاحب الجلالة، ما شاء الله فن إبداع فعلا، هذا شايفة. إبداع هذا بروحه رسم. إحنا عندنا ضيف يعني متخصص. الواحد على الورقه وعلى القلم بالورقه والقلم وصعب انه يرسم صوره معينه، فما بالك على الفواكه معينه. نعم. فاكيد فيها نوع من الصعوبه. هو احيانا الصعوبه ربما تكمن في الشخص الغير الماهر، لكن الشخص المتقن والشخص اللي حابب بالفطره هذه الموهبه الجميله قد راح يبدع وما راح يلاقي اي صعوبه. راح نتعرف على الصعوبات يمكن واجهته، لكن معانا ضيف هو سليمان بن زهران الحراسي وفنان في النحت والرسم على الفواكه. كل عام وانت بخير وعيدك مبارك. وانتم بخير وعيدكم مبارك وكل عام وانتم اسعد. سعيدين بوجودك اليوم معنا سليمان، وكل عام وانتم بخير وعيدك مبارك وتهنيت ببركات العيد. من وين جاينا يا سليمان؟ والله جايينكم من نسيب. من نسيب ما شاء الله قريب يعني ها؟ مسقط. يعني اوكي خلاص عيدت في الصباح، صلت العيد مع اهلك اصدقائك سلمت عليهم؟ ايه الحمد لله كان الوقت يعني ايه اوكي يعني كان وانا متعود كل سنه يعني بعد صلاه العيد نتفول ما شاء الله طبعا في يعني في المسجد شباب وشياب اولاد صغار اللي يصلوا واللي يصير ابشر ما شاء الله مع بعض صحيح اوكي ونصورهم لهم صور جماعيه وكذا فالحمد لله كان الوقت جدا جيد اوكي الحمد لله. طبعا سليمان ربما انت في البيت جهزت المائده، قد تكون الوالده طبعا نوجه لها تحيه والاهل، تتفنن بالرسومات والنحت على الفواكه. طبعا اللي يروح بيت سليمان خلاص بيلاقي اشكال وانواع صح من الفواكه. نعم حدثنا شوي وكلمنا عن هذا النحت والرسم على الفواكه، كيف بدات؟ شلون جاتك هذه الفكره ولا انت درست هذا الشيء؟ والله هو في البدايه هو كان مجرد انه يعني هوايه بسيطه كذا بريئه. نعم. ولكن مع الوقت بدأت الناس تعجب فلان وفلان ويعجب بالعمل. نعم. وبعدين صارت شوي 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 لحد ما صارت حمست. فن ايوه وصار انه لازم انت اليوم مجبور تتعلم لانه نعم. الناس اعجبها هذا الشيء صحيح. فانت لازم تكون مرضي للناس. نعم. فشوي شوي والحمد لله رب العالمين يعني صار في اول كان في تشكيل بالفواكه ايوه بعدين صار في رسم بالفواكه. نعم. بعدين صار في نحت على الفواكه. يعني اول شيء كان في اشكال معينه أيوة صممها بالفواكه حاجات أيوة. بريئه صغيره يعني نعم. اللي بيتابع الحساب على الانستغرام نعم. اللي هو الفواكه بيشوف انه اسمه الفواكه كذا في الانستغرام اسمه الفواكه حتى الفواكه. باللغه العربيه يعني ما في خضروات ترى مظلومه الخضار في خضار لا موجوده في 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 خضار ولكن هذه انا جبتها من باب انه العادات العمانيه نعم. نحن نعم. كعمانيين نعم. مهما يعني تطورنا وسوينا لكن نرجع لعاداتنا وتقاليدنا نعم. في نفس الوقت نعم. فالحين صارت فواله العيد بدل ما تكون في صينيه كبيره وسكاكين وصحون وتقطيع أيه. وكذا لا يكون على شكل بوكيه وبشكل سهل. حلو ها مرتب وبشكل جميل تغري الواحد لما أيوه. يشوفها على طول يبى ياكل فكانت يعني حتى الواحد يبي عنب بياخذ عنب يبي شوفي شريف هناك كم المشكاك انا ابغي عنب وغيره يلا بالعافيه عليك. انا بسالك يا سليمان يعني قبل لا تبدا في عمليه الرسم والنقش على هذه الفواكه ما شاء الله تبارك الرحمن وتصميماتك هذه الجميله ايضا في الاشكال، ما اعرف يعني هل كنت ترسم معين؟ ترسم على الكراسه فنان في الرسم وفي النهايه انتقلت الى الفواكه او لا بدات انت اساسا على طول في النقش على الفواكه؟ انا بامانه يعني لو تعطيني قلم وورقه عشان أيوة. يعني ارسم صوره معينه او سمكه معينه زين بتفاصيلها الصغيره ما اقدر ارسم ما تقدر لكن على الفواكه سبحان الله سبحان يعني الله. يعني موهبه كذا انه والرسم اللي شفناها صوره صاحب الجلاله هذه صوره صاحب الجلاله برسمك ما شاء الله وبعدين صوره صاحب الجلاله لازم تكون شويه يعني دقيق كثير يعني في الرسم فالحمد لله رب العالمين مبين كثير انها دقيقه وجميله وواضحه كل معالم والتفاصيل. طيب سليمان للعيد كذا انت
يعني غير انه مثلا الحين اتجهت البرنامج معنا او حطيت صوره جلالته يحفظه الله، لكن هل في عندك كذا اشياء معينه للطفل خلينا نقول يستانس، لان خاصه الاطفال ربما ما يحبون الفواكه كثير، حطيت في بالك فكره ربما ممكن تحط شيء تخلي الطفل يحب انه ياكل هذه الفواكه ولا لا؟ اي ذكرتيني انه طلب مني في يعني طلب مني في كثير من المرات انه نعم. اعقد ورشات عمل للاطفال اللي هي عشان تحببهم في اكل الفواكه والخضروات، انه الاباء والامهات في البيوت يواجهوا نوع من المشكله في يعني اشكاليه بسيطه، انه يا اخي هذا ما يحب فواكه وهذا ما هذا بس يحب الحلويات ويحب كذا. فانا وش سويت؟ احط له حلويات ولكن بالمقابل العود اللي فيه حلويات فيه فواكه. يا سلام. فهو عشان ياكل الحلويات اللي تحت لازم ياكل العنب وياكل الفراوله وياكل الاناناس بعدين يوصل للحلاوه. الحلاوه. سليمان، انا قبل اسالك يعني عن سالفه الاقبال وكذا، كيف شاف اقبال الناس على شراء مثل هذه الفواكه بهذه الاشكال الجميله، بسالك الادوات المستخدمه ايش تستخدم بالضبط في نحت مثل هذه الفواكه؟ في البدايه كانت السكاكين اللي موجوده في البيت. نعم. اللي هي سكين الخضار واعتقد معظم الحريم في البيت تعرفها يعني كذا في شكلها كذا. فبعدين شوي شوي لما بديت، لما اجبرت انا من قبل الناس انه لازم انا اتعلم ولازم انا اعرف ولازم انا استزيد من معرفه، اكتشفت انه لا، في هذا الفن له ادواته الخاصه وله التعليمات الخاصه لما تشتغل عليه وكذا. فالحمد لله رب العالمين استخدم نوعيات خاصة من السكاكين اللي هي تتميز انها تكون نحيفة جدا وفي نفس الوقت رقيقة جدا. نعم. فعلى اساس انك تنحت كذا. طيب سليمان، انت يعني في حديثك من البداية تقول الناس الناس الناس، الناس يعني نحن نقول نجاح سليمان من دعم الناس اللي حواليه، خلينا نقول الدرجة الأولى، وربما هم أيضا دعم الناس اللي يشترون من عندك. ربما هل هناك طلبات ما قبل العيد جاتك انه يا سليمان صمم لنا هذا الشكل، هذا الديزاين، انحت لنا يعني صوره مثلا شخص معين على هذه الفاكهه او رب الاسره، ما بس في العيد، في مناسبات الاعياد والافراح الثانيه؟ ايه في كثير يعني، وبالمناسبه ثالث يوم عيد تبدا الاعراس. نعم. فالحجوزات خلاص ماشيه لحد سبتمبر، الحجوزات مغلقه اصلا. أيوة. لانه كله اعراس وكذا، ففي طلبات كثيره اللي تخص جانب الاعراس والمناسبات اللي تكون بشكل جماعي كبير. في طاولات كبيره. نعم. فيها فواكه وفيها حلويات وفيها. نعم. نوافير شوكولاته وفيها رسم بالفواكه. أيوة. وفيها نحت، فهي وحدها عالم اصلا. يعني لما تدخل قاعه الاعراس تحصل ركن الحلويات بس والفواكه. هل انت مشارك في هذا الشيء يعني؟ إيه؟ بغض النظر، ترى العرس معروف انه بوفيت اكل طويله وعريضه. إيه؟ لكن فقط تحديدا لهذا النوع من النحت، هل إيه؟ مثلا المعرس او اهل العريس او العروسه يطلبون منك تنحت اشكال معينه؟ إيه؟ هل في طلبات غريبه ربما واجهتك؟ والله يعني اغرب طلب يمكن واجهني خلال مسيرتي في النحت ورسم على الفواكه. آه. انه طلب مني اني ارسم الكوشه بالفواكه. على الطاوله. ايه كان في قبل سنه ونص تقريبا. كان في قاعه من قاعات الاعراس والحمد لله تم العمل يعني، ورسمت الكوشه نقشه الكوشه كامل بالفواكه. صور الزبون نفسه مثلا او صور مثلا عيد ميلاد احد؟ سويت كثير، سويت لعيد الام، سويت ليوم التمريض العالمي. سويت في شعارات معينه وكذا تطلب للمناسبات. يعني ايوه. نعم. تطلب يعني هيئات خاصة أو حكومية. نحن نسينا أنا وشيف كنا نبي يعني نعطيك صورتنا بس نسينا. ما مشكلة. عيد الأضحى إن شاء الله. تحت الهواء على طول مباشرة بعد هذا اللقاء. أيضا أنا بسألك سليمان، يعني ما أعرف في لك مشاركات معينة في مسابقات معينة شاركت فيها داخل السلطنة وخارج السلطنة؟ إيه شاركت خارج السلطنة، شاركت في برنامج Arab's Got Talent في ام بي سي، وتم نشر في عده مجلات اوروبيه عن فن النحت ورسم على الفواكه. شاركت في سلطنه عمان يعني هنا في عمان. أيوة. يمكن ثلاث مرات في مهرجان مسقط. حلو. كان يخص فقط فن النحت ورسم على الفواكه ولكن بطابع تراثي، انه في تشكيل. نعم. بالتمور. نعم. العمانيه ولكن على شكل الورد الجوري. نعم. وفي على السعفيات. ودمج
يعني التقليدي ولكن مطور. نعم. جميل. نفس الألبسة كذا لكن بطريقة مطورة يعني. سليمان أنت طبعا فخر لكل شاب عماني وأيضا كذا نحن نفخر بوجود مثل هؤلاء الشباب اللي لهم مواهب جميلة سعوا أيضا لإبرازها في المجتمع داخله أو خارجه. شكرا لك، كل عام وانت بخير. نورتنا سليمان بن زهران الحراسي، وأيضا نعايد عليك ونعايد على أهلك وين ما كانوا يتابعونا، ولك هدية مقدمة سيف من الوداد للعطور. في هدية مقدمة من الوداد للعطور. يعطيك العافية يا سليمان، جدا سعيدين وجودك اليوم في برنامج أغنيتهم بالعيد. إلى أن تصل يعني الهدية أو وصل. تفضل تفضل معنا. يعطيك العافية يا سليمان. شكرا لك. ما أعرف في كلمة معينة، تهنئة معينة حاب توجهها أيضا من خلال برنامجنا. والله أهني جميع الشعب العماني يعني بمناسبة عيد الفطر سعيد، والله يعود علينا إن شاء الله كل سنة يعني، وهذا السنة العيد غير اللي هو يعني الفطر والنهضة وإشراق قابوس. نعم. يعني الحمد لله كانها أربعة أعياد يعني مش عيد واحد. شكرا لك يا سليمان. أنا ما أدري مخرجنا قال لي شيء بس ننتقل على طول لتقرير نتكلم قبل لا يجي معنا سليمان، نتكلم عن الأكلات العمانية التقليدية أيضا. أحلى شيء. على طول مشاهدين الأحباء، كل من يتابع برنامج هنيتهم بالعيد، ننتقل بكم إلى هذه الفقرة والمحطة القادمة، هي تقرير يتحدث عن الأكلات العمانية التقليدية. مثل ما ذكرنا مع شريفة، وشريفة ذكرت بعض الأكلات، بعض الوجبات العمانية المشهورة لا سيما في أوقات العيد أو أيضا مختلف المناسبات والأفراح. نشوف التقرير ونتعرف على كل تفاصيل الأكلات العمانية التقليدية. الفرحة بقدوم العيد في سلطنة عمان تتعدى أن تكون حدثاً عابراً يفرح به الأقرباء والأصدقاء، حيث يأتي العيد مصحوباً بعادات وتقاليد يشغف إليها الصغير قبل الكبير. ومن أجمل تلك العادات هي الوجبات التقليدية التي تميز كل ولاية عن الأخرى، والتي يتلذذ الجميع في كل مراحل تحضيرها والتجمع العائلي الحميم لتناول تلك الوجبات. ومن أمثلة هذه الوجبات هي وجبة العرسية، والتي تتكون من الأرز ولحم مطبوخ جيدا ومخلوط بواسطة عصا عريضة خاصة لخلط الوجبة في إناء كبير مع مرق مكون من عدة خلطات خاصة تدعى محليا بالترشة، حيث تعد العرسية بداية خطوات الاحتفال بالعيد، والتي يتم تناولها في صباح أول أيام العيد. وهناك وجبة يحرص عليها العمانيون وهي المشاكيك، وهي وجبة جماعية حيث يتم تقطيع اللحم إلى قطع صغيرة تشوى على الجمر وتصف بطريقة منظمة، وعادة ما تكون في اليوم الثاني أو الثالث. وهناك وجبة الشواء أو التنور، وهي وجبة جماعية يتم التحضير لها مسبقا من بهارات وكيس كبير مصنوع من سعف النخيل، يتم خياطته محليا ويحشر بقطع اللحم أو الذبيحة وترمى في التنور الذي يغلق ليوم أو يومين، ثم يكشف ليكون وجبة لا يستغني عنها العمانيون في الأعياد، وهي من أهم الوجبات للمناسبات. وتبقى الوجبات التقليدية التي تميز العيد في وطننا رابط متين لتوطيد روح التآلف بين أفراد المجتمع، وتجمعه على الود والمحبة مستبشرين بذلك فرحة العيد. في أكلات وفي مشاو وفي مشاكيك وشو كنا نقول إن التقرير حلو، ويمكن إحنا مشتاقين إحنا أكثر أنا وسيف على أساس إنه طبعا وكل اللي موجودين طبعا خلف الكواليس لهالأكلات الجميلة وحلاتها لما تأكلها هي صاخنة صح؟ أكيد. على فكرة شريفة يعني بعض ولايات السلطنة يعني أول أيام عيد الفطرة وأول أيام عيد الأضحى يكون عندهم يوم الذباح، بعضهم لا في اليوم الثاني عندهم يوم الذباح، اليوم الثالث يكون المشاكيك
وبعدها اليوم الرابع الشواء. شواء ما شاء يعني الله. شواء يرمى في التنور قبل يوم المشاكي. ما شاء الله. ايوه وبعدها يكون الشواء. هذا يمكن عندكم لا هي. في الروستات؟ يعني معنا مثلا في بلادنا عندنا اول يوم يكون السلام على الاهالي وصلة الرحم وغيرها، ثاني يوم يكون معنا الذباح، ثالث يوم يكون المشاكيك، رابع يوم اللي هو اكل الشواء نطلع من التنور. ما شاء الله يعني. هذا في ربما في وادي الحيملي ووادي حاجر بن عمر، لكن مختلف ايضا القرى والنيابات الموجوده في رستاق ربما ايضا من اول يوم يذبحوا مش نعم. ثاني يوم. هنا في مسقط ربما احيانا الواحد على اساس انه يطلع للبلد يخلص اموره مره واحده. صحيح. العرسيه ويذبح والمشاكيك وكل شيء. هم عشان يتمشوا ها ياخذوا وقت نعم على اساس انه يروحوا البلد وايضا تكون لهم فرصه حتى انه يسلمون على الاهالي وين ما كان. طبعا ارقامنا ان شاء الله مشاهدينا راح تظهر على الشاشه، واكيد انتم ايضا كذا حابين انكم تتواصلون معنا، ونحن ايضا حابين نعرف منكم تهانيكم الجميله اللي من توجهونها سواء من داخل السلطنه او من خارجها. هذه هي ارقامنا متواجده، ومدري اذا نستقبل اتصال. لا بناخذ اول شيء الخبر، خبر أي وبعدها خبر. نستقبل ان شاء الله تعالى التهاني والتبريكات بهذه المناسبه الاسلاميه الدينيه عيد الفطر المبارك. احتفلت السلطنه اليوم باول ايام عيد الفطر المبارك، حيث ادى صاحب السمو السيد فهد بن محمود ال سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الخور بمسقط، كما أدى الصلاة بمعية سموه عدد من أصحاب السمو وأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة والمستشارين وكذلك كبار الشخصيات. وقد أما المصلين فضيلة الشيخ كهلان بن حمد الشخصي إمام مسجد الخور. السلام عليكم ورحمة الله. واستبشر الله أكبر ما أدى زكاة الفطر وتطهر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. سبحانه 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 عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إذن أرقامنا موجودة وإن شاء الله راح كذا ناخذ اتصالاتكم أول ما تكون عندنا اتصالاتكم الطيبة ونسمع فيها تهانيكم، لكن ناخذ أيضا فاصل بسيط مع أوتار الشرق. أيوة أوتار الفرقة. الشرق نستمع إلى معزوفة شريفة. نعم يلا نستمع إلى أوتار الشرق وإحدى المقطوعات الموسيقية الجميلة من إبداعاتهم الرائعة. Thank you.
جدا، شكرا لفرقة أوتار الشرق على هذه المقطوعات والوصلات الموسيقية الجميلة اللي راح يستمروا معانا إن شاء الله تعالى إلى تمام الثانية ظهرا. نقول أصدق عبارات الأماني لكل أحبتنا المشاهدين بمناسبة عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك وتهنيتوا ببركات العيد، وعسى أيامكم كلها أفراح ومسرات وسعادة يا رب العالمين. أمين. استمتعوا بأوقاتكم بلحظاتكم الجميلة بصحبة أصدقائكم أخوانكم أهلكم بشكل عام، صلة الأرحام الجيران، لربما شريفة يعني أيام أو شهور أو حتى أحيانا سنوات ما نشوف بعض الأصدقاء الأعزاء، فالعيد فرصة أن نغتنمها في عملية اللقاء والتواصل معهم. بكل تأكيد يعني ما في أجمل أنك تلتقي بصديق ربما صار لك فترة ما شفته. صحيح. أو حتى بأهل ممكن يجبرك العيد أنك تروح تسلم عليهم، وطبعا المفروض أن الواحد يحاول قد ما نقدر أنه يعني يتواصل مع أهالي وين ما كانوا، وصلة الرحم ترى كثير جميلة وحث عليها ديننا الإسلامي. صحيح. أرقامنا بينت وأكيد إن شاء الله كذا معنا اتصال. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، من معي؟ احمد رسيل. احمد؟ اي نعم. اهلا وسهلا يا احمد، من وين تكلمنا؟ والله من صلاله. من صلاله؟ اي نعم. ما شاء الله يا احمد، وطبعا نوجه تحيه لكل اهالينا في صلاله ونقول لكم كل عام وانتم بخير ومبارك عليكم ايضا العيد والخريف. والبركة عليكم، عيدكم مبارك ان شاء الله، وان شاء الله يعيد علينا بالخير. والحمد لله منذ تسعين يومين أو ثلاثة أيام الجو قايم على الجبال وفي أمطار الحمد لله. إن شاء الله. والحمد لله أجواء طيبة. الحمد لله. تهانيك أحمد، تفضل. أهنيكم بالعيد الفطر المبارك، وهني مولاي حضرة صاحب الجلالة. نعم. بالعيد الفطر المبارك وكل العاملين هي اللي دعوه التلفزيون عامة، وكل عام أنتم بخير والأمة الإسلامية والعربية ان شاء الله، والامن والاستقرار ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا، شكرا لك يا احمد، وتحيه لكل اهالينا في صلاله وفي كل مكان. اذا شكرا لاخونا احمد، وكل عام وهو بخير. وما شاء الله الحين صلاله ولربما في وتره الاجازه يعني فرصه ايضا لكل من حاب يزور هذه الولايه او محافظة ظفار بشكل عام بالاجواء الخريفيه الجميله اللي نتمنى ايضا الواحد يقضي اوقاته ممتعه وجميله في رحاب المناطق والبقعة الخضراء الجميلة الموجودة هناك في صلالة دار الأصالة أو أيضا في مختلف ولايات محافظة ظفار. نستقبل أيضا مكالمة أخرى ونقول السلام عليكم وعيدك مبارك. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وسهلين. حالك أخوي سيف؟ الحمد لله بخير ونعمة ما شاكي باس، كيف حالك أنت؟ بخير الحمد لله. من معانا؟ حسنة السعدي من ولاية دقاب. حياك الله اختي حسنة من شمال الشرقية ها؟ ايوه من شمال الشرقية. كيفك 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 اول ايام عيد الفطر المبارك يا حسنة؟ واحنا خلاص الساعات خلينا نقول الساعة يعني الحين الساعة 10 يعني. الحمد لله تمام مرة، كيفكم طيبة؟ الحمد لله حسنة، يعني بما انك الحين اتصلتي اكيد حابة تقدمي تهنئة معينة بهذه المناسبة لأحد ما، ولكن قبل ذلك خبرينا أنت كيف تقضي أيام العيد بشكل عام معاكم هناك في ولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية؟ أكيد والله، أول شيء نحن هناك نلعب فيها أيوه، وبعد ذلك نقوم اللي يعني أقاربنا معانا في الديرة. حلو. المكان وثاني ايام العيد نسوي مفطور. ايوه العيد نسوي الشوق. جميل ما شاء الله، هنا وعافيه ان شاء الله تعالى اختي حسناء. يعني على طول نستقبل تهانيك ايضا لمن حاب تهني. قدم تهاني اول الحاضر صاحب الجلاله سلطان قابوس المعظم حفظه الله ورعاه وجميع اهلي. شكرا 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 لك يا حسناء، ما واضح صوتها لكن شايفه نبره الفرحه والحماس اللي موجوده على صوت حسناء ما شاء الله عليها. هذا الهدف اساسا مشاهدينا الاحبه وايضا المستمعين لنا عبر الاثير عبر التردد 106.5. حاولوا قدر الامكان مستمعينا ومشاهدينا انكم تستمتعوا بكل اللحظات، يعني عندنا ربما اجازه ثلاثة ايام بالكثير تقريبا. فالواحد يستغلها يستمتع فيها قدر ما يعني اوتي من امكانات وقدرات. سواء مع الاهل اخوانه اطفاله ايا كانت استغل هذه اللحظات ويفرح معاهم ويستانس.
بس. أكيد إن شاء الله، ونحن كذا نتمنى الجميع أنه يستانس، وخاصة اللي رايحين مسافات طويلة يديرون بالهم في الطريق، وإن شاء الله يوصلون هم بخير وعافية. ناخذ اتصال ومرحبا، كل عام وانت بخير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معين؟ كيف الحال أختي شريفة؟ أهلا وسهلا، بخير الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة يا رب، من معين؟ معك بدرية البلوشة من صحام. بدرية أهلا وسهلا، وطبعا تحية لكل أهالينا في صحام. تفضلي يا بدرية، تهانيكي. أول شيء طبعا كل عام وانت بخير وفطر سعيد إن شاء الله يا رب، وتقبل آمين. الله صيامكم وقيامكم صالحات أعمالكم. يمكن احنا عيدنا قبل كم يوم بشوفة مولانا حضرة صاحب الجلالة طعم قابوس سعيد المعظم، الله يحفظه وهو يوصل ثوب الصحة والعافية. آمين. الحمد لله رب العالمين، رجعنا نشوفه والله أكرمنا بهذا النعمة. كل عام وهو بخير، كل عام وهو بصحة وسلامة، وكل عام وهو تاج على راسنا إن شاء الله يا رب وعلى أعمالك كبرها. آمين يا رب. تحياتي وتهاني لكل الشعب العماني كافة، لأهلي وكل من يعرفني، زملائي وزميلاتي في العمل، والجميع الله يعيد عليهم هذه المناسبة بالصحة والعافية يا رب، ولا يريهم مكروه في أحد يعز عليهم يا رب. آمين يا رب، آمين. شكرا، شكرا لك يا بدرية، وإن شاء الله تهانيك واصلة، وأيضا كذا نجدد التحية للولاية الجميلة، ولاية صحم، لكل أهاليها. شكرا لك. إذن شكرا لأختنا بدرية، ونتمنى لها إن شاء الله تعالى عيد سعيد، ونقول عيدك مبارك أيضا للمتصل القادم. السلام عليكم. السلام عليكم، صباح الخير. صباح الورد، ومساك الله بالخير، وكل عام وانتم بخير، وعساكم العايدين ان شاء الله. اللهم امين يا رب العالمين، وانت كل عام وانت بخير يا رب العالمين، وتهنيت ببركات العيد. بركات العيد علينا وعليك ان شاء الله. اختي شريفة كل عام وانت بخير، منورين اليوم بامان، اليوم منورين بالاستديوهات. الله يخليك، نورك. تسلم اخوي، بارك الله فيك. ربي يسعد ان شاء الله ايامكم دوم، وحبيت وياكم فيصل بلوشة. اول شيء عرفنا باسمك من فضلك. فيصل. فيصل البلوشي ابو تركي. فيصل من وين يا فيصل؟ من ولايه السيف حاليا، من عبيله. ما شاء الله، حياك الله. كيف اول ايام العيد، كيف قضيتها يا فيصل؟ والله قضيت. شوف اول شيء صباحيه العيد، صباح العيد صلينا صلاه العيد. ايوه. وهنينا جميع الجيران والاهل كلها في البيت، وقعدنا ضربنا وجبه العرسيه. اللي كانت ضربت العرسيه ما شاء الله. أكيد ضربنا العرسية. يلا عافية إن شاء الله. العيد ما تلقى إلا فوز في العرسية ترى. بعد العرسية الفوالة، العلوة العمانية والقهوة العمانية والفوالة والفواكه والمكسرات اللي متزين دائما في المجلس. ما شاء الله. إيه، وما شاء الله زيارة الأهل الحين صلة الأرحام، يعني الناس جاية وزايرة وكذي، وبينا يعني التواصل يعني. جميل جدا. فيصل ما أعرف تهانيك أيضا بهذه المناسبة لمن حاب تهني. قبل لا. قبل لا. ايوه. تريد اسالكم شيء سيف وشريفه، هل انتم كليه العرسيه قبل لا تجيب السويات ولا لا؟ انا لا. شريفه؟ ايش ما سمعت؟ يقول لها اكلت العرسيه قبل لا تجيب السويات. انا امي ما خلتني اطلع من البيت الا ما اكله، اكلت ملعقه وطلعت. شكله الله يحفظها. لا لا بس شكله فيصل عايز منه، ولا كيف يا فيصل؟ لا اكيد اكيد فعليك، بس خلاص العرسيه خلص وقت الحين، وقت السويات. احلى شيء هي صاخنه. الحمد لله الله يحفظ امي، طبعا ما خلتني اطلع الا وانا اكلت. الله يحفظ. على الطاير يعني. ما شاء الله. يلا بالعافيه. وحبيت اهني اذا ممكن. طيب اكيد ممكن، تفضل يا فيصل. اكيد ممكن. ارفع اول شيء ارفع اسماء ايات التهاني والتبريكات للمقام السامح حضره صاحب الجلاله والسلطان قابوس السعيد المعظم، ان يرزقه دوم الصحه والعافيه. اللهم امين يا رب. وحدكم انتم وطاقم الاستوديوهات تلفزيون سلطنة عمان. شكرا. وكل من الحين جالس يشاهد التلفزيون، واقول له كل عام وانتم بخير من اخوكم ابو تركي فيصل البلوشي. حياك ابو تركي، شكرا لك. والى جدتي وجدي، والى الاهل والوالده والوالد، وكل من يعرف. ما شاء الله ما شاء الله، لهم كل التحيه، كلهم اللي ذكرتهم لهم كل التحيه. وسعدنا بتواصلك معانا يا فيصل، وعسى دائما هذا الحماس، هذه الفرحه اللي والابتسام المرتسم على محياك دائما تدوم ان شاء الله تعالى. الله يخليك. شكرا شكرا لك يا فيصل. شكرا شكرا لك، وعيدك مبارك. طبعا نحن كذا وصلتنا في البرنامج، يمكن المشاهدين شافوا كثير عندنا من الحلوياتها، طبعا هذا بعدين بنخلصه نحن.
طبعا عندنا حدائق البيلسان اللي كذا زينوا الاستوديو بالورود الجميله، وايضا مصنع يعقوب بن صالح العبيداني اللي جابوا لنا ايضا الحلوى العمانيه الجميله، والوداد للعطور اللي ايضا كذا جاب لنا هدايا جميله لضيوف البرنامج. على فكره على طار الحلوى شوفي كيف التشكيله الجميله ايضا. أكيد العيد سعيد الحين. لا حتى على فكرة أنا شفت حلوة اللوز أيوة. اللي محطوط بشكل خنجر ويعني وعيد سعيد وبعض الرسومات الجميلة، صار الواحد يتفنن غصبا عنك تاكل ترى. عندنا من عوامل خلينا نقول الجذب والإغرام، لأن الواحد لما يشوف هذه بياكل مرة يخلص. طبعا كيف الزمرد للتجارة، وأيضا جابوا لنا حلويات وفوالة عمان، أيضا جابوا لنا حلويات وترحال المسافر للسفر والسياحة، شكرا للهدايا والوتين سويت هم جابوا لنا حلويات وبابيون كب كيك، والكيكه طبعا الجميله الموجوده اللي عليها فراشات، وبرستيج للحلويات، وايضا فخر للضيافه مركز تنظيم البروتوكول وتقليب خدمات الضيافه. شكرا ايضا لكذا مساهمتكم الجميله وتواجدكم معنا في برنامج هنئتم بالعيد وهذه اللمسات الطيبه منكم، وهذا دائما الجميل ان المؤسسات الخاصه والعامه كذا او الحكوميه انها ايضا تساهم في كثير من البرامج، واجملها لما واحد يشارك بفرحه عيد صح؟ ومشاركتهم ايضا في هذه البرامج في هذه المناسبات والافراح لما يقدموا حاجه معينه بامانه لهم كل الشكر ولهم كل التقدير. نتكلم ايضا عن موضوع اخر شريفه، احنا ذكرنا في بدايه حديثنا انه العادات التقاليد في السلطنه تقاليد العيد وغيرها لربما تختلف نوعا ما من ولايه لولايه ومن محافظه لمحافظه وحتى ايضا من قريه الى قريه. لكن ايضا خارج السلطنة أشقائنا من الدول الخليجية والدول العربية لهم أيضا طقوس معينة يقوموا بها طبعا في أيام العيد، راح نتعرف على كل هذه التفاصيل وتحديدا عن العادات والتقاليد الموجودة في أم الدنيا. جمهورية مصر العربية، راح نتعرف عليها إن شاء الله تعالى من خلال عائلة مصرية مقيمة في السلطنة، نتعرف كيف يقضوا العيد في السلطنة وأيضا كيف العادات والتقاليد الموجودة هناك في جمهورية مصر العربية. لهم كل التحية. فاصل أيها الأحبة الكرام ومستمرين في برنامج بنروح لأوتار. أوتار أيوة بنروح لأوتار. أنا أحس أنه شريفة مرة تضرب على طول صوب الأوتار أحلى شيء بس للعيد سوونا ولا مجهزين شيء ثاني؟ شيء عماني. شيء عماني؟ يلا تفضلوا. يلا
حرام. طبي الزاهي جديد ما يباله غير عيد. فاطمة مريم شلوا شنطكم شلوا تبعوني كان ما تدلوا كل البيوت لا تخلوا رحلتنا والله يقولوا بات اخذنا الصيام. كم 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 انت عيد وانت فول صدق انك ما الاول. العيد أو عيد الفطر أو الأعياد الجميلة كذا لها طابع أيضا إسلامي جميل مع المسلمين في كل بقاع الدنيا في الدول العربية والإسلامية وأيضا الدول اللي يقوم فيها كذا جاليات عربية وإسلامية. نحن نبارك للجميع بهذا العيد ونبارك أيضا لكل من تابعنا وانضم لنا الآن. أيضا نهني كذا أشقائنا في جمهورية مصر العربية أم الدنيا، نقول لكم كل عام وانتم بخير وعساكم يا رب من العايدين. سيف قال أنه هناك اختلاف لكن ربما هذا الاختلاف جميل نتذوقه ونلامسه ونكون قريبين منه من خلال ضيوفنا المتواجدين معنا اليوم في الاستوديو. إذا كل واحد يعني خلنا نقول يفرح بطريقته الخاصة به، يعني العادات بأشكالها المتنوعة والمختلفة مشاهدين الأحبة هدفها الأول والأساس والأخير أنه تضفي البهجة، وهذه هي أساسا يعني عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك كهدية من الرحمن. نعم. يفرح الناس فيها، تبتهج النفوس، تتواصل أيضا القلوب، المودة، الإخاء، الوفاء، الصفاء، كلها تكون حاضرة أيام عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك وأيضا كل المناسبات والأفراح الدينية وأيضا في مختلف أيام السنة بمشيئة الله تعالى. عموما اليوم نتكلم تحديدا عن جمهورية مصر العربية، عن أشقائنا هناك الموجودين في جمهورية مصر العربية في أم الدنيا. اليوم معانا عائلة مصرية في البرنامج، علي أمين محمد وأميرة عبد الله. جدا سعيدين بوجودكم اليوم في برنامج هنيتم بالعيد وأنتم موجودين على أرض السلطنة، نقولكم كل عام وأنتم بخير. الصحة والسلام، الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكركم على الاستضافة ويسرنا نتقدم إليكم جميعا بالتهنئة وإلى الشعب العماني، ويسرني أيضا بهذه المناسبة الطيبة المباركة أن أرفع إلى المقام السامي حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الطيبة الكريمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة أعواما عديدة وأزمنة مديدة وهو في صحة وعافية. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. طبعا نحن نبارك لكم بالعيد ونقولكم كل عام وانتم بخير وانتم بين أهلكم وناسكم. دائما هناك العيد مع الأهل له طعم خاص، لكن انتم بما انكم موجودين
نحن هم أهلكم وإن شاء الله ما يكون في كذا إحساس مغاير ولو هن شوية في قرصة يعني معينة. ما حسينا فيها والله. الحمد لله رب العالمين. طبعاً أميرة العيد في جمهورية مصر العربية وفي عمان بحكم أنتم مدري كم سنة تقريباً صار لكم مقيمين. 17 سنة ما شاء الله ما شاء الله. أكيد لامستم الفروقات في البداية. لكن انسجامكم وايضا اقامتكم الطويله 17 سنه خلتكم ربما تعرفون الفرق اللي بيننا وبينكم وربما هناك فروقات خلينا نقول جميله وليست ضد يعني لا طبعا نعم. طبعا والله انا شايف يعني ان يعني بالعكس يعني الاصل واحد طبعا نعم. والدول العربيه والاسلاميه عموما كلها اصلها واحد صحيح. المناسبة مناسبة طيبة جميلة حضراتكم مرة ها بارك الله فيك نسوي وناكل فطبعا يعني المناسبة جميلة جدا وهي مناسبة إسلامية احنا كلنا نتفق يعني طبعا الحمد لله جزاك الله خير بارك الله فيك طبعا حضراتكم مرة يلا من هنا والعافية بارك الله فيك حصلت يا رب العالمين بسم الله طيب. طبعا هذه مش غريبة عليكم خلاص صح على خلاص موجودة في البيت عندكم أكيد. حتى طبعا خلاص في الآن طبعا العيد يعني مناسبة طيبة جدا نجتمع أهم حاجة لمة الأهل صحيح عبارة عن طبعا بعد صلاة العيد بتبدأ التزاور ويبدأ زيارة الأهل ونلتقي جميعا في مناسبة مباركة نحمد الله سبحانه وتعالى أن أتم علينا نعمة الصيام نعم وهو ركن من أركان الإسلام بالطبع الحمد لله جزاك الله خير أختي أميرة لو تكلمينا يعني صباحية العيد اليوم وأول أيام عيد الفطر المبارك هنا في السلطنة كيف قضيتوها؟ والله هو أول يوم إحنا دايما متعودين سواء هنا ولا في مصر يعني إن إحنا أول ما بنصحى من الصبح بيكون في طمر اللي بناكله في الأول وبعدين كحك المصري يعني أو الكعك هو ده اللي موجود أميرة أنت؟ سوينا قبل يعني بشتريه حضرتك بشتريه في مصر يمكن الوضع بيكون مختلف شويه نعم. بيكون الاهل بيتجمعوا قبلها بفتره طويله بتكون نعم. الام مثلا واختها وخالتها واولاد نعم. بيتجمعوا كلهم وبيعملوا الكعكه مع بعضهم وكذلك الاسره والاسر المجاوره نعم. بعدين بعد كده بيقوموا موزعينه على الجيران والاهل والاصدقاء نعم نعم هنا طبعا بنشتريه لانه دي الحياه الكبيره طبعا استاذ علي يعني بحكم ايضا تواجدك مع الشباب العماني وكذا هل هناك ايضا عائلات تعرفتوا عليهم تروحوا تزوروهم في العيد تاكلون الاكلات العمانيه اكيد احنا بقالنا 17 سنه يعني نعم. فطبعا اخوه واكثر من اخوه كمان نعم. يعني بنتزاور طبعا في العيد جزاهم الله خير بيدعونا وبيعزمونا ونروح نحضر الشواء ونحضر المشاكل شو احلى شيء شو احلى اكله حبيتوها لما جيتوا والله يعني كذا حسيتوا انها غريبه وجميله نعم والله بيعجبني الشواء جدا هو الكعك طبعا احنا مشهورين بيه جدا في مصر ده هو طبعا عمره حوالي 5000 سنه ما شاء الله يعني هو معروف عند قدماء المصريين اهتموا بيه بيصنعوه من دقيق القمح والسمن والعسل العسل مش سكر استبدلوا السكر بالعسل في العصر الحديث نعم وطبعا قيمته الغذائيه عاليه جدا احيانا يضيفوا ليه المكسرات احيانا نعم. يضيفوا ليه بعض النكهات كده القرفه والاشياء ديت نعم. طبعا في الكعكه الواحده تحتوي على 400 سعر حراري ما شاء الله بيتم توزيعه على الاطفال وعلى الفقراء وعلى يوم هو يوم بيروح يعدي يعني طبعا اميره دائما المراه سواء العمانية أو الغير العمانية دائما المرأة لها فرحة غير في العيد بالضبط أنتم في مصر كيف تجهيزاتكم النسوية الجميلة هل مثلنا أنت أعتقد موجودة قريبة من الأزياء العمانية مثلنا يعني كذا تحضروا بالضبط نفسها قبلها لازم التحضير طبعا الخياطة نعم. والأهل والأصدقاء البنت الست شوية أو البنت بتحس دائما بالفرحة وبتحسس نعم. الأسرة بالفرحة بالملابس الجديدة هي تفضل تقرر اللي تلبسه كأسرة كمان نعم. كاملة وطبعا قبلها اللي هو بيوت الموضه نفسها نعم. والمكياج نعم. قبلها طبعا لازم صبغات الشعر المختلفه الالوان نعم. المختلفه بين النساء نعم. رسمه في مصر حتى اشتهرت الحين رسمه الحنه اشتهرت كتير كان نعم. في الاول المنوكير اكتر حاجه المنوكير وكده انت دلوقتي متحنية على فكره انا متحنية اليوم هتحني يعني ما لقيتش المحلات كلها زحمه طبعا انا عايش كل صالون سر الجمال على الحنه الجميل ما شاء الله ما شاء الله بس لا ضروري تحني ترى لازم فرحه العيد بس ممكن ثاني يوم فاتحيني على فكره مستمرين ان شاء الله الله يعطيك يعني زرنا الحبيبه مصر وتجولنا فيها في القاهره في الاسكندريه في مختلف طبع المدن الموجوده في مصر وبجمالها ما شاء الله وروعتها لكن دائما كانت عباره مميزه كانت متداوله انه لو زرت مصر
في أيام شهر رمضان الفضيل أو أيضا أيام الأعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، راح تشوف حياة مختلفة تماما في جمهورية مصر العربية. أنا أسألك عن الفنون العمانية، الفنون أيضا المصرية التقليدية الجميلة الموجودة هناك، أذكر رقصة الحجة، رقصة النورة، فرح الفلاحي، الحجالة الفرعونية وغيرها. زين، أيضا نعرف فيها لكل المشاهدين اللي يشاهدوا الحين برنامج هنيتهم بالعيد. هو والله يعني أكثر الرقصات المشهورة هناك بالنسبة للتحطيب مثلا، التحطيب اللي الصحراء صح؟ دي اللي هي بالعصا كده. أيوة دي طبعا منتشرة جدا هناك. طبعا والله أنا بقالي 17 سنة هنا، فأصبحت يعني أعرف عمان أكثر من مصر. والتنورة أيضا، رقصة التنورة كده. في طبعا الأجواء هناك، طبعا فانوس رمضان مشهور في رمضان، صناعة الفوانيس هناك. نعم، يجهزوها وكذا. شريف، ذكرت انه يعني انتم بين اهلكم وبين ناسكم طبعاً. فعلا انتم بين اهلكم وناسكم طبعاً. في السلطنه، لكن احيانا يظل انه ما تحنوا الى معايشه هذه الفنون المصريه التقليديه، حضورك بين اصحابك الشباب الموجودين اللي ادوا مختلف الرقصات والفنون التقليديه المصريه، ايضا حتى نفسها الاكلات المصريه التقليديه الموجوده هناك، اميره ايضا ما تحنوا اليه يعني. هو دائما حتى في اعدادك انت شخصيا تقول انك تشتريها في مصر بتكون اكثر. ايوه، في مصر اكثر حاجه بتكون الاعدادات للفرحه قبل العيد وبعد، وفي اثناء العيد بتكون زياره الاهل والاصدقاء. يعني حتى الرقصات الشعبيه بتكون دي بعدها، بعد العيد. يعني بعد العيد في مصر غالبا بناخد يوم او حاجه اللي هو بيخرج الاهل كلهم يتفسحوا في الرقصات او الاشياء يشوفوهم. لكن داخل الاهل، شكرا جزيلا. لكن غالبا بتكون في العيد زيارة الأهل والأصدقاء. طبعا أحيانا في سنوات من السنين طبعا بننزل في أثناء الأجازات، وفي سنوات سبحان الله بتكون لأ، مجال العمل ومجال كذا. أنا لو منك أروح مصاريب كعكوي في آخر رمضان. في آخر رمضان اللي شوية بتختلف جدا الأجواء من مصر وعمان بسبب الفوانيس، وعندنا حاجة اسمها الدورة الرمضانية. الدورة الرمضانية دي اللي هو كل الأهل اللي في أو كل المنطقة بينزلوا ويقسموا أشياء فيها. بس الأولاد يلعبوا كرة قدم، السيدات بيعملوا بعض الحلويات، برامج معينة تقارب. برامج معينة فشوية البرامج دي شوية مختلفة عن سلطنة عمان، ان فيها معظم الاشياء داخل البيت. يعني هنا اهل عمان بيحبوا الاحتفال في رمضان اسري جدا داخل الاسرة فقط. فمصر العكس، في مصر معظم الناس بتفطر برا، السحور يكون بره. يعني التجمع الاهل جدا في رمضان، العوائل بتكون العزائم اكتر حاجه خارجيه. فدي يمكن الاختلاف شويه، لكن العيد نفس تقريبا الملامح اللي هي مع الاهل، نفس الفرحه. هو طبعا الحمد لله دلوقتي بقت تكفيها شويه الاتصالات، ان احنا بقينا نتصل معاهم ولازم كل يتواصل، وعملت الكحك ولا معلومه صار الحين مواقع ايضا شريفه، مواقع التواصل واتساب الحمد لله. طبعا احنا كثير يعني كذا مستانسين بوجودكم معنا ودردشتكم الجميله. لو حابين توجهون تهاني لاهاليكم في مصر، طبعا الكاميرا موجوده والكلمه معكم، تفضلوا. طبعا اتوجه بالتهنئه الى جميع اهلنا في مصر وجميع الشعوب العربيه والاسلاميه، ربنا يعيد عليكم الايام بخير ان شاء الله، وهذه المناسبه الطيبه المباركه عواما عديدة إن شاء الله وأزمنة مديدة بإذن الله. بإذن الله. هني ماما وبابا طبعا وإخواتي وأهل زوجي وأهلي كلهم. خبرت لهم طالع عليهم ولا لا؟ هو غالبا دلوقتي في مصر لو احنا بنقول 10 بقى 8 او 5. نعم، فانا ببعت لهم بعد الحلقه بقى. نعم، بتبعتي لي اللينك ان شاء الله. شكرا شكرا لتواجدكم. كل عام وانتم بخير، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وان شاء الله من تغادرونا يعني كذا تستانسون وايضا تتجمعون مع الاصدقاء والاهل ان شاء الله باذن الله. شكرا شكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا طبعا الاستاذ علي امين محمد والاخت اميره عبد الله، شكرا لتواجدكم معنا. كل عام وانتم بخير. شكرا ايضا شريفه انه الهدايا مقدمه من وداد العطور وايضا. نعم، ترحال المسافر، هذه هدايا مقدمه بسيطة لهم. شكرا لكم جزيلا. اذن مشاهدينا ها هي الاجواء، كذا انتقلنا فيكم من جمهوريه مصر العربيه واخذنا بعض المعلومات الجميله عن التقاليد والعادات هناك المتواجده، وايضا نجدد التحيه لهم وين ما كانوا.
إذن على طول ناخذ فاصل شريفة ونستقبل مكالمات. فاصل إذن أيها الأحبة الكرام في برنامج هنيتم بالعيد ونشارككم هذه الفرحة مناسبة عيد الفطر المبارك. من جديد نقولكم يعني لكل مشاهد ولكل مستمع عاد عيدك يا عسى عيدك يعود كل عيد وانت الغالي بخير. عموما فاصل قصير وبعدها ننتقل إلى استقبال مكالماتكم الهاتفية تهانيكم بهذه المناسبة الإسلامية الدينية المباركة. نشيدي يا وطن وانت الحنين وصوتي المشهود وتاريخي وعمري وعذب أحلامي ومواعيدي باسم مولاي باسم مولاي سلطان البلاد أكرم أسامي الجود باسم مولاي عشتي يا عمان وعشت يا سيدي أقول الصبح عيدك وانت يا العيد الكريم الزود فضاك الكون كله فضاك الكون كله يا بعد شعري وتحديدي أشوفك كل شي حولي زهر ورد ونسايم عود شموخ وعز وإعلام ترفرف بين ترديدي شموخ وعز وإعلام ترفرف بين ترديدي. قطفت من العمر نبضة قطفت من العمر نبضة وجت تركض أماني ورود تسابق بعضها فدوة وتقطف لك عناقيدي أحبك أحبك هالأماكن والأسامي للوفاء شهود أحبك ما بعد تنطق شفاهي وانت غريدي ما بعد تنطق شفاهي وانت أبفتح لك شبابي كالولا وانثر وفاي عهود على طلة صباحك سيدي يزدان بك عيدي أبنثر هالحروف اللي تعاند بعضها وتعود وبشهر فرحة الخاطر وبعلنها زغاريدي عمان عمان وسيدي تاجك وربي الخالق المعبود باسم مولاي عشتي يا عمان وعشت يا سيدي. العيود والفقرات كذا الجميلة اللي أيضا نحن نحاول مشاهدينا أنه نقترب فيها منكم كل اللي يتابعنا نقول لكم كل عام وانت بخير كل اللي جالس ياكل الحين نقول له كل عام وانت بخير الأطفال اللي متعيدين ويطالعونا نقول لكم كل عام وانتم بخير تهانيكم اللي نستقبل فيها اتصالاتكم الجميلة من وين ما كنتم ونقول السلام عليكم وكل عام وانتم بخير مرحبا السلام عليكم كيف الحال؟ أهلا وسهلا كل عام وانت بخير وانتم بخير وصحة وسلامة إن شاء الله تعالى إن شاء الله. من معي؟ معاش حكيم الكثيري من ولاية تمريت حسين حكيم الكثيري حكيم أنا ما أسمع كثير تفضل تفضل أخي العزيز تهانيك أولا أهني مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة عيد الفطر المبارك عاده الله عليه سنينا وأعواما عديدة أمين يا رب وأهني الشعب العماني عمان الغالية بهذه المناسبة المباركة ولا ننسى أيضا تحية شكر وإجلال وأخصها لرجال عمان البواسل الذين يسهرون الليالي ويبعدون عن عائلاتهم أيام وأشهر لأجل هذا الوطن الطيب جزاهم الله عنا خير الجزاء ووفقهم الله لخدمة وطنهم الغالي آمين وعندي مشاركة بقصيدة بسيطة تفضل تفضل بالحماس الطيب بمناسبة مشوف مولانا
يا سمحوا لي بقول قصيدة. يقول تفضل تغير الأمواج في بعض الأحيان وترسي سفينتنا على طيب مرساها ينتابها ذكرا تخلد من دار سلطان وأفعال أسطورة تسابق من رواها تاريخنا واضح تاريخنا واضح واليوم برهان برهان أعماننا صارت في البوارق صداها والشعب يدعي من الرب سبحان يشفي من بناها وعمر محياها قابوس قابوس سلطان نيشان أبونا مؤسس الدار وبنوره بناها أنت يا سيدي روح العمان وأنت ضياء الكون وأنت حياها. الله سلامك. الله 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 تسلم تسلم صح الله. لسانك يا شاعرنا الله يسلمكم. وهذه قصيدة من الحماس بمناسبة عودة مولانا نشكر الله الذي أمن عليه بالعافية والصحة جزاكم الله خير. شكرا شكرا لك أخي العزيز وكل عام وأنت بخير وأهلك بخير وكل من يتابعنا بخير. طبعا مشاهدينا بنكون معكم الآن مباشرة ربط لولاية صحار مع علي صح؟ علي البادي من بهجة الأنظار من هناك بمحافظة شمال الباطنة وتحديدا في ولاية صحار لينقل لنا كذا زميلنا علي عن كل التفاصيل المرتبطة بعيد الفطر المبارك في أول أيامه. نحن في السلطنة نحتفل بأول أيام عيد الفطر المبارك والآن زميلنا علي موجود في البداية. صباحك خير وكل عام وانت بخير يا علي. صباح الخير لكم جميعا وصباح الخير لكل المشاهدين الكرام وكل عام والجميع بخير بهذه المناسبة الجليلة. ونستغل فيها الفرصة لنرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. طبعا نحن هنا في ولاية صحار أيضا هذه الولاية التاريخية تحتفل كغيرها من ولايات السلطنة بهذه المناسبة الجليلة مناسبة عيد الفطر السعيد. هنا الأفراح متواصلة أفراح الكبار أفراح الصغار. لما بعد صلاة العيد بدأت الأفراح التي تختلف من مكان إلى آخر ولكنها تتشابه في كثير من الجوانب خاصة في جانب الفنون الشعبية. نحن الآن هنا في منطقة مجز الكبرى بولاية صحار حيث هذا الفن أحد الفنون الشعبية التراثية فن القصافي الذي يؤدى في مختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية والدينية. وهذه المناسبة اليوم إحدى هذه المناسبات التي يعبر فيها الأهالي هنا في ولاية صحار بشكل خاص وفي ولايات محافظة شمال الباطنة بشكل عام عن الفرحة فرحة عيد الفطر السعيد. وهنا لنتحدث عن هذه الفرحة نستضيف الأخ الكريم محمد الصابري يونس بن محمد الصابري. أبو محمد كل عام وانت بخير وتحدثنا عن هذه الفرحة وعن هذه المناسبة التي يقيمها الأهالي هنا. نعم أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم التهنية للمولانا جلالة السلطان مناسبة عيد الفطر الأضحى عيد الفطر السعيد ولكل الشعب العماني نقدم لكل أمة الإسلامية نقدم التهنية بمناسبة عيد الفطر عيد الفطر السعيد. وطبعا احنا في مثل ما ذكر الأخ علي في مجز الكبرى ولاية صحار وهذا نوع من احتفالاتنا في أيام العيد الفطر أو الأضحى دائما الجماعة يتجمعون عند أي أحد من الأخوة ويسوون هذه التعبير عن فرحة العيد وهذا يسمى طبعا فن الرزح العماني. والاخوان هذول مش من فقط من مجز الكبرى بعضهم من العوينات بعضهم من صحم جزاهم الله خير. كشعب ما تفرق بين اي منطقه احنا دائما نجتمع ان كنا في اي منطقه فرحانين في بهذا بمناسبه عيد الفطر. وان شاء الله ان دائما محافظين على تراثنا وعلى عاداتنا الاصيله ان شاء الله دائما محافظين عليها في هذا الوطن تحت قياده الحكومه الرشيده. اسال الله يديم علينا وعلى الجميع الامن والامان فيها في ظل الحكومه تحت ظل القياده الرشيده. احسنت بارك الله فيك وكل عام وانت بخير. ايضا ضيف اخر يحدثنا عن هذه الفرحه التي يعيشها الجميع هنا في ولايات محافظه شمال الباطنه مرهون السعيدي ونحن اليوم في
أول أيام عيد الفطر السعيد، كيف تصف هذه الفرحة بين الجميع هنا في ولاية صحار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، من نعم المولى العلي القدير علينا، بعد أن تممنا الصيام صيام شهر رمضان، وهذه فرحة العيد. نحن الحمد لله في ولاية صحار نحتفل بالعيد، عيد الفطر السعيد، بعدما أتم الله علينا نعمة الصيام، متضرعين إلى المولى العلي القدير أن يعيده علينا أعواما متتالية، ومتضرعين إلى المولى العلي القدير أن يحفظ مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، يحفظه الله ويرعاه. وأستغل هذه المناسبة لأهني الشعب العماني الوفي بهذه المناسبة الطيبة والكريمة. شكرا جزيلا. الفرحة عامة أيضا هنا بين الجميع كبارا وصغارا، ويمثل الصغار أو يمثل فرحة الصغار هنا في هذه المناسبة الشاعر سعيد بن خليفة الشيدي، وهو صوت تعود عليه المشاهد، صوت تعود عليه المشاهد وسمعه المستمع كثيرا في إلقاءاته الإبداعية. سعيد، كل عام وانت بخير، وماذا معك في هذه المناسبة اليوم؟ أنا معي في هذه المناسبة هذه المواهب خلفها الأجداد علينا، وأنا معي عدة أشياء، معي فن العازي وفن الطارق وفن العازي والطارق والشلات وإلقاء القصائد. هذه قصيدة وطنية، لأن السلطان قابوس نزل على أرض الوطن. يا عمان الأبية افرح اليوم عيد، وانذري ورد قوري فوق جمع الحشود، وناد بصوت نادي عشت يا شكرا يا سعيد على هذه الكلمات الوطنية. أيضا إلى جانب هذه الاحتفاليات هناك احتفاليات العيود، حيث مهرجان العيود بولاية السويق الذي سيقام أو سيبدأ عصر اليوم ويستمر إلى 23 من الشهر الجاري، وفي ولاية لوا أيضا بمحافظة شمال الباطنة تبدأ غدا فعاليات مهرجان العيود للأطفال وفعاليات تراثية أخرى. هناك أيضا أو هنا أيضا في ولاية صحار تقيم بلدية صحار فعاليات متتالية خلال الفترة المسائية بالتعاون مع بعض المؤسسات الحكومية والخاصة في ولاية صحار. بعض هذه الفعاليات ستقام في المركز الترفيهي بولاية صحار، وبعضها في مواقع مختلفة. هذا مجمل ما يعبر عنه الأهالي هنا في ولايات محافظة شمال الباطنة تعبيرا عن الفرحة بمناسبة العيد، عيد الفطر السعيد. طبعا علي شكله ما يسمع. علي تسمعني؟ يمكن الصوت علي اسمع لي. طيب علي، بس اللي متى هاي يعني الفنون موجودة؟ طبعا انتم بدأتوا طبعا من الصباح، بس الى متى موجودة؟ يمكن المشاهد والمتابع لكم حاب انه ينضم لتواجدكم هناك ايضا قريب من ولاية صحار. نعم. والولايات المجاورة أيضا.
لا شكله علي ما على شكله ما يسمعنا ما يسمعنا. انا ايضا كنت حابه اساله شريفه يعني عن الفن التقليدي. هو ذكر الفن القصافية الحين من الفنون العمانية أيضا التقليدية المعروفة فن القصافية واللي يشبه نوعا ما يعني فن الرزحة العماني. فكان جميل أنه نسأل ونتعرف أيضا على مختلف الفنون العمانية التقليدية التي تشتهر بها محافظة شمال الباطنة بما أنه علي زميلنا موجود في ولاية صحار. يعني بأمانة يعني الفنون العمانية أشكال وأنواع ما شاء الله تبارك الرحمن وتختلف من ولايات السلطنة ومحافظاتها. لكن إحنا راح نكون مستمرين ومتواصلين أيضا سواء مع زميلنا علي أو أيضا مراسلين المتجولين والموجودين في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة. ولكم أيضا أنتم مشاهدين الكرام، إحنا في أول أيام عيد الفطر المبارك مجددا يعني نقدم لكم التهنئة وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك. ما تنسوا استمتعوا بأوقات أو لحظاتكم، زوروا أهلكم وأصحابكم وأصدقائكم وإخوانكم وخلوها كذا يعني الأيام واللحظات هذه لحظات يعني مليئة بالتفاؤل والتسامح والمودة والصلة. بكل تأكيد أنا اللي حبيته في طبعا حضور زميلنا علي في ولاية الصحار الأفراح الموجودة، يعني ما شاء الله عليهم ما قالوا إنه بس صيام وخلاص وبدأنا يوم عيد، لا هم فعلا فعلا كذا راسمين لوحة لوحة فرحة وبسمة وأيضا جمالية بتقديم هذه الفنون والتقاليد الجميلة. الطفل الكبير الشاب الصغير الكل مشارك، وإن شاء الله نقول لكم يعطيكم العافية وكل عام وانتم بخير. ونستقبل اتصال وتهاني ونقول كل عام وانتم بخير. مرحبا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، من معي؟ زينب السعدي من القابل. تمام، من وين تكلميني يا زينب؟ من القابل من شمال الشرقية. أهلا وسهلا بكل أهالينا في شمال الشرقية. يا حيكم والله، كل عام وانتم بخير. وانت بخير حبيبتي. يا حيكم والله. تفضلي تهانيك الغالية. أهني حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وأبوي الغالي وأمي وهلي كلهم. وبغيت أقول قصيدة. تفضلي. لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. يوم كنا في البحر، يوم كنا في البحر نبي نوصل أمان البر، بس نجهل شواطيها بلا قايد ولا دستور، ظلام استوطن الوجدان، أرض وضاعها قفرة، غبار الجهل غاشيها، إلى أن أشرقت شمس الأمل في صحوة الربان، ورسينا في نهضة السبعين، نعم قابوس من أسس بلد من خيرة البلدان، زعيم الباس خير إحساس، عمان ومن سكن فيها، يساس الفخر منارة فكر، هيبة منحه وسلطان، لك الله يا علم رفرف هنا في ساحة الميدان، مدام شعارك السيفين وخنجر بيا عاليها، مدام شعارك السيفين وخنجر بيا عاليها، صقور في البر والبحر في السما شقعان، لك الله يا علم رفرف هنا في ساحة الميدان، مدام شعارك السيفين وخنجر بيا عاليها. وسلامتكم. تسلمين. شكرا. يا الغالية، شو هالقصيدة الحلوة يعني ما شاء الله عليك. مشكورة. من كلماتي زينب السعدي. تسلمين يا زينب، مشكورة وصح لسانك على القصيدة الجميلة. يسلم أخوي سيف. لك كل التحية أختي زينب، وما شاء الله صح لسانك، قصيدة جميلة بصوتك العذب. شكرا لك، وشكرا أيضا على هذا الحماس وعلى هذه المشاركة في برنامجنا. شريفة، احنا راح نوقف للحظات مع مشاهدين الأحبة، ننتقل مباشرة إلى نشرة أخبار الحادي عشر، وبعدها راح نواصل ونستمر معكم أيها الأحبة الكرام أينما كنتم تشاهدون الشاشة الجميلة لتلفزيون سلطنة عمان، سواء من هنا من ربوع السلطنة الحبيبة أو أيضا من مختلف الدول خارج السلطنة يتابعوا برنامجنا، برنامج هنيتم بالعيد الحادي عشر، نشرة الحادي عشر، وبعدها لنا عودة. فابقوا معنا وهنيتم بالعيد. بالعيد.